يحكي أخبار، لكن نتمنى أن يلعب بسرعة. بالنسبة للمباراة اليوم حاولنا ننتصروا فيها وهذا الشيء اللي تأتمنا، لأنه آخر مباراة في الموسم في الميدان ديالو، وعندنا مباراة ديربي يعني في كأس العرش، أحسن تحضير ديالو كتكون في الثلاث نقاط اليوم باش اللاعبين يكونوا يعني متحفزين باش يكونوا يعني في اليوم ديال يعني الولاد في أحسن حالة ديالهم. الحمد لله يعني الشوط الأول ضيعنا مجموعة من الفرص اللي كان بإمكاننا نخرجوا منتصر على الأقل بهدفين لصفر، تسرعنا لكن الحمد لله يعني في الشوط الثاني يعني عدنا بقوة، سجلنا ثلاث أهداف يعني في 30 دقيقة الأولى من الشوط الثاني، لكن للأسف يعني كان بعض الأخطاء اللي خلانا نستقبل هدفين، لكن الحمد لله يعني اللاعبين يعني قدموا مباراة جيدة. حاولنا نطعموا لاعبين شباب وكذلك لاعبين اللي ما لعبوش هذا الموسم هذا، كل مشكورين على العمل اللي قاموا به في المباراه ديالهم. نتمنى ان شاء الله مسيره موفقه للمدرب الجديد اللي يبدا العمل ديالو يعني ابتداء من الاسبوع المقبل، والله جل خوف عليه ان شاء الله. يعني نتمنى اللاعبين يعني اللي لعبوا مباريات كثيره يعني في ظرف وجيز، فهذا اللي خلانا البدائل يكونوا واجدين يكونوا حاضرين باش يكونوا يساعدوا في انتصارات المواجهة ويختموا الموسم أحسن ختام. فكما قلت يعني 8 نقاط في 4 مباريات فهذا بالنسبة لي يعني شيء إيجابي، وهذا يرجع للاعبين يعني الدفاع الألوان الراجعة يعني ماشي سهل، اللاعبين يعني قاموا بمجهودات كبيرة طيلة في الموسم، فكنشكرهم بهذه المناسبة هذه، وكنشكر الناس اللي عانت يعني في طيلة الموسم، لا من المدربين ولا كذلك الإداريين ولا الناس اللي كتشتغل في الرجاء. فإن شاء الله نتمنى يعني الرجاء ترجع للألقاب، ترجع للدفاع عن ألوان الفريق اللي دائما كنا كنشوفوا في المنافسات الإفريقية، فممكن أنا ما نكونش السنة الجاية في كأس إفريقيا، لكن خصنا نحضروا فريق اللي يرجع للسكة ديالو الصحيحة والمنافسة على الألقاب الإفريقية والألقاب الخارجية، لأنه هذا هو الرجاء اللي جا عارف.